أعزائي المتابعين، هاي قناتي الثانية أخبار الطلاب مع عباس علي. أنشر لكم بها جميع أخبار الطلاب من الأول ابتدائي إلى آخر مرحلة بالجامعة، كل أخبار الطلاب تلقوها هنا. فلي ريد منك تنزل للتعليقات بعد ما تشوف هذا الفيديو، تنزل للتعليقات، أول تعليق تلقيني مثبت لك رابط هذه القناة، تدخل عليها وتشترك بها وتفعل الجرس إذا تريد أخبار الطلاب. وطبعا إذا تريدون ما تدخل على الرابط، مجرد أنه تدخل على هاي قناتي هسا أخبار العراق، راح تلقى قناتي مثبتة بالصفحة الرئيسية مع أخبار الطلاب، بس تضغط عليها وتضغط اشتراك وتفعل الجرس وبس. ملاحظة مهمة، بهذا الفيديو راح اتناول المواضيع التالية: اول شيء منحة العاطلين القديمة ورابط التصحيح، وايضا المنحة الجديدة ومعلوماتها، وايضا الرواتب المقطوعة بسبب السيارة، وايضا اللي عنده ماستر كار من 2019 وما مستلم راتب، فلازم تشوف هذا الفيديو للنهاية لان الاجوبة من وزارة العمل واكيد راح اجاوب على سؤالك. السلام عليكم متابعين الكرام، طبعا اليوم راح نجاوب على بعض الأسئلة اللي توصلنا بشكل متكرر، لكن قبل ما نجاوب هذه الأسئلة أتمنى الكل يضغط على زر الإعجاب أو اللايك، وأيضا إذا ما مشترك بالقناة يشترك وضروري فعل الجرس حتى توصلك التنبيهات، فحط لايك اشترك بالقناة فعل جرس التنبيهات. وطبعا ملاحظة قبل ما أبدأ بالجواب، أنه هذه الأجوبة هي ليست مني شخصيا وإنما من الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يعني الجواب هذا من المصدر الرسمي وليس مني أو من شخص ثاني، من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. أول سؤال بخصوص منحة الطوارئ رابط التصحيح، المنحة القديمة اللي هي 3 أشهر، لحد الآن احنا منتظرين رابط التصحيح، واللي ما يعرف شنو رابط التصحيح هذا بالنسبة للي قدموا وما طلع اسمهم، احتمال انه يكون عندهم خطأ برقم الهاتف او باقي المعلومات، فمنتظرين رابط التصحيح، فالوزارة جاوبتها بانه عن قريب يطلق، فان شاء الله ينطلق واكيد راح ننشر لكم فيديو اذا انطلق. سؤال ثاني يقول: صحيح اكو استمارة عاطلين عن العمل؟ استمارة عاطلين عن العمل، الجواب هذه اخبار كاذبة، الوزارة جاوبت بانه هذه اخبار كاذبة، فرجاء لاكثر من رسالة تجيني او اكثر من تعليق يقولوا لي اكو روابط، ما او خصوصا الرابط مال 300 الف من وزارة المالية. يا شباب يا اهلنا يا متابعين، هذا الرابط مال 300 الف هواي اجاني هواي تكرر، يعني صراحة تعبت واني اجاوب على الناس اللي يدزوا لي هذا الرابط. خل اشرح لكم شنو هذا الرابط. هذا الرابط من نماذج جوجل. شنو هاي نماذج جوجل؟ الكل يعرف موقع جوجل، هسه هذا موقع يوتيوب تابع لجوجل، ماشي؟ فموقع جوجل منطي هذه النماذج انه اي شخص يقدر يسوي هذه النماذج. مثلا لنفرض انه اكو معلم يريد يستشير الطلاب او يريد ياخذ معلومات عن الطلاب مالته، فيروح لجوجل بشكل سريع ينشئ هذا النموذج باسمك عمرك مواليدك مدري شنو موقعك، وينشره على جوجل ويطلع رابط وين للطلاب، يقول لهم ادخلوا املوا بياناتكم اريد اخذ بياناتكم اني. فهذا الرابط ليس من وزارة العمل وانما من شخص يريد يستفز الناس ويريد يحصل مشاهدات بالموقع مالته، فسوى صمم هذا النموذج ونشره لكم والناس عجت بيه وينشروه بكل مكان وهواي ناس يقدمون ويتعبون، فرجاء لا حد يقدم على هذا الرابط، واي رابط احنا نشره روحوا قدموا عليه، غير هذا لا تقدموا. السؤال الثالث: نطالب بصرف مستحقات من يحملون بطاقة الماستر كارد للمعين المتفرغ ذوي الاحتياجات الخاصة منهم عام 2019 وأجلوا على موازنة 2020 لأن الوضع الحالي يحتاج صرف والناس في حظر ومنع للتجوال وذلك لشراء مستلزمات الحياة اليومية من علاج وماء، رغم أن تخصيصاتهم المالية على موازنة 2019 بس لا حول لهم ولا قوة، أجلوا على موازنة 2020. فاللي ما فهم من هذا السؤال انه بالنسبة للأشخاص اللي عندهم بطاقة الماستر كارد لكن ما مستلمين عليها ولا شهر، ذولا بال 2019 استلموا الماستر كارد، فالحكومة قالت لهم انه ما نقدر نسلمكم لانه موازنة ماكو بال 2019، يعني ما مخصص لكم مبالغ مالية، فتنتظرون على 2020 من تجي موازنة 2020 يلا نبدأ نسلمكم رواتبكم. فهو هذا سؤاله، فالوزارة جاوبته بانه عن قريب تطلق، فأنا اعتقد انه عن قريب تطلق انه يقصد الموازنة ما يقصد انه الرواتب، لان الرواتب ما اعتقد راح يطوهم الا موازنة 2020 تجي، فيقول عن قريب تطلق اللي هي الموازنة. السؤال التالي يقول: انا قدمت على المنحة 175 الف وطلع اسمي مرفوض،
بسبب الرعاية الاجتماعية، وأني رافضني القاضي وما مستلم أي مبلغ من وزارة العمل أرجو الحل. يعني هو مضيع المشيتين، لا مستلم من الرعاية وبنفس الوقت مسجلي بالرعاية بحيث ما يقدر يستلم منحة، لأن مثل ما قلنا بالفيديوهات السابقة أنه المنحة اللي عنده رعاية أو مسجل ضمن الرعاية أو المعين المتفرغ ما يقدر يستلم هذه المنحة. فجاوبوا الوزارة لا توجد مبالغ مالية للمنحة حاليا. فبالنسبة للأشخاص اللي يسألون عن منحة العاطلين القديمة اللي هي 3 أشهر 175 ألف رجاء لا حد يسأل بعد، لأنه انتهت هذه المنحة، فقط منتظرين رابط التصحيح اللي هو بالنسبة للأشخاص اللي ما طلع اسمهم، مو اللي طلع وقال له بسبب رعاية ما نقدر نعطيك، لا هذا انتهى في ما يقدر يستلم، بس اللي ما طلع اسمهم لحد الآن هذولا منتظرين رابط التصحيح، فرجاء انتهت هذه المنحة لا حد يسأل عنها مرة ثانية. السؤال التالي يقول نطالب بصرف رواتب المعين الشمولي الجديد، هاي نفس السؤال وايضا جاوبون ننتظر اقرار الموازنه. فمثل ما قلت لكم رواتبكم ما تقدرون تستلموها الا لحين انطلاق الموازنه مال 2020، لانهم اجلوكم على موازنه 2020. عندنا السؤال التالي، هذا يطالب باستمارة تصحيح الاخطاء مال منحه العاطلين القديمه اللي هي 3 شهور، فجاوبوا عن قريب تصدر الاستماره، فان شاء الله عن قريب تصدر هذه الاستماره. هنا يقول نناشد السيد وزير العمل بدفع رواتب المتوقفه بسبب السياره، هواي ناس توقفت رواتبهم بسبب السياره، فيقول له راجع الدائره بعد الحظر. فدائما انا اي شخص يراسلني اقول له لازم تراجع الدائره حتى يرجعون رواتبكم، لكن حاليا حظر فجميع المراجعات تاجلت الى بعد الحظر، وان شاء الله الحظر يرفع لو يوم 11، لو اذا خليت الازمه طالبت بتمديد الحظر راح يتمدد الى يوم 19. اطلقوا استمارة التصحيح الاخطاء لمنحة العاطلين، ويقول عن قريب تصدر الاستمارة. نطالب سيد الوزير العمل والشؤون الدكتور باسم عبد الزمان، نقول له يا سيد الوزير افتح رعاية اجتماعية، والله ترى العالم تعبانة. المهم هو دي طالب بالرعاية الاجتماعية، فجاوبوا يفتح الشمول حين توفر التخصيصات المالية. طبعا التخصيصات المالية ما تتوفر الا لحين اقرار الموازنة، وطبعا اقرار الموازنة ما تنقر الا لحين تشكيل الحكومة الجديدة، فيعني السالفة متعلقة بالحكومة الجديدة بعدين اقرار الموازنة بعدين اطلاق الرواتب. نناشد وزير العمل والشؤون الاجتماعية باطلاق رواتب الرعاية الاجتماعية اللي بسماهم سيارات ووقفوا رواتبهم، فايضا قال راجع الدائرة بعد الحظر. وهنا استاذ صار على راتب المعين المتفرغ، هنا طبعا تعليق قديم بخصوص الناس اللي سألوا عن راتب المعين المتفرغ وقالوا لحد الان ما انطلق، لا حاليا انطلق المعين المتفرغ وتقدرون تروحون تستلمون، لان لحد الان تعليقات توصلني انه اكو مكاتب يقولون للناس انه تعال بعد الحظر يلا نسلمك، لا حاليا انطلقت الرواتب وتقدرون تستلمون باي وقت. عيني وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، انا مواليد 88، لا شملتوني منحة ولا عندي راتب رعاية، أدري وين انطوج هي، رحموني يرحمكم الله. فجاوبوا عن قريب ننشر شروط المنحة، فالمنحة الجديدة يقولون عن قريب ننشر شروطها، وإن شاء الله بس تنشر راح ننشرها لكم. اللي يسألون بخصوص المنحة الجديدة، طبعا التقديم ليس إلكتروني وإنما عن طريق الوكلاء حصرا، ولحد الآن ما انطلقت، لأنه من تنطلق راح نعرف معلومات أكثر، احتمال تتغير، احتمال يقررون غير شيء، فهي لحد الآن ما نعرف بالضبط إيش قد المبلغ، وأيضا طريقة التقديم منه مشمول، يعني معلومات أكثر ما نعرف، لكن هي عن طريق الوكلاء، وقلت لكم روابط إلكترونية ماكو، هاي المنحة عن طريق الوكلاء، فعن قريب إن شاء الله ننشر شروط المنحة. مناشدة إلى السيد وزير العمل بإطلاق الرواتب المتوقفة بسبب السيارة، هنا أيضا قلنا بعد رفع حظر التجوال تروحون تراجعون بخصوص اللي توقفت رواتبهم بسبب السيارة. نطالب السيد الوزير المحترم الدكتور باسم عبد الزمان والسيد مدير الاحتياجات الخاصة المحترم بإطلاق رواتب المتراكمة لسنة 2016، وحسب القانون المدني والدستوري هاي حقوقنا يا أبو الفقراء والمحتاجين لخدمة الصالح العام، نطالبكم الموضوع تراكم. طبعا الجواب تطلق حين توفر التخصيصات المالية، اذا كل شيء متعلق بالموازنة والتخصيصات المالية. فلهنا وصلنا الى نهاية الاجوبة، اتمنى استفادتوا من هذا الفيديو، اتمنى تقدرون تعبي بانه تحطون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون الجرس، وايضا اللي يقدر يسوي مشاركة لهذا الفيديو من خلال السهم يقدر يدزل كل الناس اللي يعرفهم بوسائل التواصل الاجتماعي، وبس نشوفكم بالفيديو الجاي في امان الله. أعزائي المتابعين، هاي قناتي الثانية أخبار الطلاب مع عباس علي، أنشر لكم بها جميع أخبار الطلاب من الأول ابتدائي إلى آخر مرحلة بالجامعة، كل أخبار الطلاب تلقوها هنا. فلي ريد منك تنزل للتعليقات بعد ما تشوف هذا الفيديو، تنزل للتعليقات أول تعليق تلقيني مثبت لك رابط هذه القناة، تدخل عليها وتشترك بها وتفعل الجرس إذا تريد أخبار الطلاب. وطبعا
اذا تريدون ما تدخل على الرابط، مجرد انه تدخل على هاي قناتي هسه اخبار العراق راح تلقى قناتي مثبته بالصفحه الرئيسيه مال اخبار الطلاب، بس تضغط عليها وتضغط اشتراك وتفعل الجرس وبس.